الاستاذ المحترم محمد وجيه، ايضا احد الابرياء في هذه القضيه. ومحمد وجيه ده لنحط بس يا جماعه التقرير على الشاشه، ده كسروه يعني، كسروه سته من عظم الضلوع صدره، يعني فرموه تعذيب. يعني التقرير بتاعه ده لو في قاضي عنده يعني بقايا ضمير يعني يجيب الضباط اللي عذبوه دولت يحاكمهم وهو يطلعه براءه. لكن تقرير مخيف وفي اثبات بالاجرام، ست ضلوع وكسر بالساعد واحتاج العمليه وتركيب بشرايح ومسامير، طحنوه عشان يعني يعترف بقضيه وهميه ما فيهاش اي اصلا اي احراز لعلم مصر وما فيهاش شهود اثبات الا ضباط امن وطني. معايا الاستاذه هبه اسماعيل زوجة الاستاذ محمد وجيه عيد طمان. استاذه هبه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الظلم بين، انا عارف يعني كم الظلم اللي وقع على اسرتكم واقتحام الشركه بتاعت الاستاذ محمد وتدمير اسره باكملها وتعذيب الاستاذ محمد وجيه بصوره مخيفه، والجاني لم يتم محاسبته بل يتم محاسبه ومحاكمه واحاله الاوراق المفتي لزوجك البريء. تعليق حضرتك. والله يا استاذ هيثم السلام عليكم الاول. عليكم السلام. دلوقتي محمد تقريبا لما اتاخد يعني، وكان في مكتبه طبعا، هو محمد شريك في شركه ويعتبر هو مديرها لانه هو المسؤول عن الاداره فيها يعني. فهم خدوه من الشركه ومن يوم 4/3 تقريبا مساء، كان يوم 3 انا فاكره كويس جدا. وقعد حوالي 9 ايام كان مختفي تماما. ولما ظهر طبعا احنا كنا يعني لما اختفى كده كنا قلقانين جدا، هو مش يعني هو فين، كنا عايشين في نار يعني. لغايه لما ظهر طبعا كان تعبان جدا، كان زي ما حضرتك بتقول كده عنده ست ضلوع. ظهر بقى يا استاذه هبه ان هو في العشر ايام دولت كان قاعد في معسكر الامن المركزي في الكيلو 10:30 ومارسوا عليه هذا التعذيب. تمام. لا هو ما كانش في المعسكر، هو كان في قسم، وبعدين لما كان مختفي في القسم ده، فهو عاملين في القسم ده دور معين للتعذيب يعني، امن الدوله عامله دور معين للتعذيب. تمام. ولما وكان مختفي احنا مش عارفين هو فين. لما ظهر بقى كان المفروض يروح قسم ترى، وهم رفضوا يستقبلوه لان هو كان عنده زي ما حضرتك قلت ست ضلوع مكسوره، وكان عنده جروح عميقه جدا في الكاحلين وفي الذراعين لان هو اتعلق 5 ايام تتاليه. تمام. وزي ما حضرتك بتقول كان في تعذيب شديد وكده، فكان الاثر باين عليه جدا. حتى هم احنا ما كناش عارفين في ايه، لغايه لما شفناه ما كانش قادر يشيل الولاد. انا حابه اشير بس ان ولادي، انا عندي توأم. لما محمد اتاخد كان عندهم 2 سنين. تمام. عندهم 6 سنين، واحنا في العناء ده كله، وهو يعني ما عاش اي مرحله من المراحل اللي فاتت دي. وهو بقى في المرحله ما كانش عارف يشيلهم ولا كده ولا كده، لان عظمه كله كان بيقول انا مش بقدر انام على ولا على جنبي ولا على ظهري، يعني احنا ما كناش عارفين في ايه. ورفضوا خالص ان هم يكشفوا عليه لغايه لمده تقريبا 1.5 شهر، لغايه لما اخوه ربنا يكرمه قعد يعمل محاولات، وكان في ناس فوقيين ربنا يكرمكم يعني انتوا شاركتونا في الموضوع ده، لغايه ما عرف ان بس ان هم يكشفوا عليه وقالوا لنا التقرير الطبي اللي ظاهر عند حضرتك دلوقتي. يعني هو فضل في عناء 1.5 شهر يغير على جروح ومش عارف ينام وكل ده، وليه مش عارفه يعني، انا فعلا مش عارفه ليه يعني الافتراء ده، كان الناس دي ما عندهاش لا قلب ولا ضمير يعني. استاذه هبه يعني هذه القضيه الملفقه والتعذيب والاجرام وغلق الشركه اثاروا ايه على اسره حضرتك يعني واولاد حضرتك؟ يعني عايز اعرف كاسره مصريه هذا الطوفان من الظلم عدى عليها ازاي؟ والله يا استاذ هيثم يعني احنا زي ما بقول لحضرتك احنا تقريبا دي السنه الرابعه اهو، اولادي عمالين يكبروا واحنا محمد مش موجود. حياتنا كلها دلوقتي زيارات، تجهيز للزيارات وقعد انتظار لما ننزل من 6/7 الصبح وارجع 4 المغرب العصر، وبقعد معاه مثلا نص ساعه ساعه الا ربع مره في الاسبوع. اولادي مفتقدين لمحمد جدا طبعا، وكل شويه يسالوا عليه، هما بيجوا معايا الزيارات وكل حاجه، بس كله طبعا كل عيد بابا مش معانا، كل ما نروح في حته وبابا هيجي امتى يعني. بيبقى انسان طبعا ان محمد هم لسه سنهم صغير، وهو اتاخد منهم من زمان، هم مش فاكرين وجوده في البيت حتى يعني. هو اتاخد هم صغيرين قوي مش عارفين. انا بس عايزه ارجع لموضوع، معلش القضيه لو حضرتك تسمح لي. اتفضلي.
هي القضية فعلا مش مستاهلة خالص الأحكام دي. هي أصلا زي ما كل يعني الزوجات أشارت وكل الناس اللي مشاركة معانا في القضية، هي فعلا عدة قضايا مختلفة. تمام. تقريبا معظم الناس ما يعرفوش بعض، يعني أنا محمد في ناس كتير ما يعرفوش بعض، وكل الأحراز اللي موجودة يا إما موبايلات شخصية للناس، يا إما الموبايل التاب اللابتوب بتاعنا الشخصية اللي هم جم كسروا بيتي ودغدغوه وخدوا اللاب مثلا بتاعنا وكده، يعني كلها حاجات أصلا شخصية ولا في أي حاجة، ومتاخدين من شغلهم. فمعظم الناس كده يعني في تضارب كتير جدا كمان في الاقوال. يعني المحامين كانوا بياكدوا لنا ان مكتوب مثلا الناس دي واخده تظاهر، واحنا مثلا الناس دي معظمهم واخدين من البيت، يعني كل في تضاربات كتير. حتى لو تظاهر يا استاذه، حتى لو تظاهر يا استاذه هبه، هو التظاهر يحل المفتي؟ هو النهارده الانضمام لجماعه الاخوان المسلمين يعني يحل المفتي؟ يعني حاجه عبثيه وحاجه مسخره. احنا بنتكلم في الاسباب، يعني الاسباب دي قصه والاحكام دي قصه ثانيه خالص. حضرتك بتتكلم لو ده في دوله فيها قانون ولا حد بس، يعني المفتي ده يعني لو هو بس، يعني انا متخيله انه مفتي بس في الاوراق والاحراز واسباب القضيه، ده هو لو هو قرا، لا هو يعني ناجش حتى ما بيبصش، ناجش حتى ما بيبصش وقاعد. فورمه الدم دي ما تبقاش في رقبه حد. تمام تمام. انا يعني دعيني اشكرك استاذه هبه اسماعيل زوجة استاذ محمد وجيه، احد الابرياء في قضيه ما تسمى يعني خليه الجيزه. هم طبعا ولا في حاجه اسمها خليه ولا في حاجه بتاع. بوعدكم ان شاء الله القضيه دي وغيرها مش هنتركها، ولكن الاهالي حملوني مسؤوليه ان هم نتكلم على يعني وجهوا رساله للمفتي ان ما تعتمدش، رغم رايه استشاري بس ما تعتمدش ان القضيه دي ملفقه وعيب على دار الافتاء. وانا بضم صوتي لهم لعل وعسى يعني يتوقف عن ظلمه ويتوقف عن تورطه. ما تعتمدش حكم الاعدام على هؤلاء الابرياء، كفاية ظلم.